إذا دخل في الصلاة ناويا أنها الظهر ثم ذكر أنه قد صلاها وأراد أن يحولها إلى العصر فإن ذلك لا يجوز، ولكن يكملها نفلا، يكملها بنية النفل ثم يصلي العصر من جديد، لأنه لا يمكن إدخال نيتين في فعل واحد. الآن أوضح لكم، مثلا لو كان قد صلى ركعتين على أنها الظهر ثم ذكر قال أريد أن أجعلها العصر، كم صلى من العصر؟ لا، حتى لو كان في وقت قصر ما صلى إلا نصف الصلاة، لأنه لا يحسب له إلا من النية. فالقاعدة لنا أن من انتقل من معين إلى معين بطل الأول ولم ينعقد الثاني، هذه القاعدة. يعني من انتقل من ظهر إلى عصر بطلت الظهر لأنه ألغاها، ولم تنعقد العصر لأنه لم ينويها من جديد. نعم.